كاينين شفت، كاينين شفت مغري المنطقة هذه، لكن ايوا خلنا هناك تضرب كلها ثنتين احترت فيها. ايوا ايوا هذه طيبة دي، ما شاء الله ما شاء الله. يلا يا كريم. ايوا والله ما مجاها. ايوا 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 أيوة. ما شاء الله. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اليوم الاربعاء 20/5/1444، يوافق اعتقد 14/12/2020 ميلادي، على الساعة تقريبا 4 إلى ربع العصر. الأسبوع هذا ريحت، ما دخلت كسرات كثيرة، البحر ماد وهواء وأنا تعبان شوية، قلت ريح ريح الأسبوع هذا، فكر صيدي مع الشواطئ، والصيد ضعيف بصفة عامة. مريت على المنطقة هذه، المنطقة اللي صورت فيها أوريكم إياها، هذه اللي جيتها أول، اللي صرت فيها شعاف إنه أمير البحر ماد، فتحمست إني أجيها، أجيها للبحر ماد، شوف الموية كيف شكلها، نجرب حظنا فيها، إذا في شيء ولا ممكن نروح عند الشجرة اللي هناك قدام، نجرب حظنا، نجهز الحين والله يكتب الخير، لنا ولكم يا رب العالمين. الطعوم اللي معايا أخذت بابا وأخذت حبار برضه، جرب حبار المرة هذه، شكلي ما بصيد هنا، بدخل هناك، كان في زي الدخلة كذا تدخل من البحر زي الوادي، وأوريكم يا بعد شوية، يعبي الخور ويطلع مرة ثانية، الحين تقفلت، فما بصيد هنا، بقدم هناك عند الأشجار اللي ورا هناك، توكلنا على الله. السيارة ورا الشجرة هناك وقفتها، المويه كانت تدخل من هنا مع المحل اللي أنا فيه، تجي من هنا وتدخل الخور، لكن شوف ردمية الحين صارت كلها، فباخذ الأغراض واروح هناك عند الشجر، عند الشجر هذا ورمي هناك، شوف نجرب حظنا، نجرب أول شيء الحبار، أحطها كاملة، الرأس، هنا برميها عند الشجر هناك ورا. كريم إذا في ما في شيء هناك رميت فيه هو الخور هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص هنا ننتظر شوية، الله يكتب الخير. في فتحة هنا شكل بجلس فيها أحسن، أربطه في اللين ورمي هناك، لأن هناك ما أدري كيف ماشي، المنطقة هذيك ما ضرب فيها شيء، بجرب هنا بين الشجر هذا ادخل جوا، وانتم كرام خليت الحذيان برا، بهدلتني كل شيء يطوس، لكن بجلس هنا المحلات دي، والله يعين، تكفى اني اخذت البوت، والله انها غلطه، غلطه اني ما اخذت البوت، غلط والله. يلا نقدم شوية، الله يستر، ما ادري ايش اللي قدامي، بسم الله الرحمن الرحيم، كلمات الله تعالى سر الخلق، بسم الله الرحمن الرحيم، والله عميق الغور، والله هنا خور، لكني عفيان ماني مرتاح، يلا ان شاء الله محلها كويس، الله يحمينا، كانين شفت، كانين شفت. ايه شفت، ايوه الله يستر، ايوه ممتاز، ايه هنا كويس، ما برمي هناك، هذه برميها هنا جنب الشجر، الله يستر لا تعرف في الشجر، ايوه هي ايه هنا جنب الشجر، والثاني برميها هنا قدام، شو نجرب حظنا، برميها قدام هنا، يا الله يا رب. رميت هذه عند شجر، وهذه رميتها في النص، وهذه رميتها هنا جنبي، لازم ننتظر، الله يكتب الخير، يا الله يا رب. ما في شيء هنا، بغير موقع، شير موقع ثانية، بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعيني على ذل، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه المعاناة.
ايه نشوف موقع ثاني يعني الله يسرها. اوه يا ربي المنطقة هذه مغرية المنطقة هذه، لكن ايوه خلنا هناك هذيك توقع فيها شعاف ذي والله. الله هنا كل شوي يجري في محل. يلا ان شاء الله هناك مشيت لنا. هذه اول واحدة شايف صغير صغيرة. كبارتك فين؟ اول واحدة عشان خلاص بنرمي هناك زيادة. اجر في شعاف هناك. نفس المحل يجيب الله خير. هلا هنا والله ايشيها رزقها. خلنا هنا اذا ضربت بطيحها. هذه برضه فيها شعفا لكنها وسكت هناك. فكت حبة شعفا ضربت عليها فكت صغيرة. يلا لا لا في شعاف هنا لكن ما جت كبار صغار كلها. حتى هذه ضربة صغيرة قاعد ارميها هناك. اوه يا الله لازم تركيز عالي هنا تتعود على الرمي صح ولا ما تجي معك. ايوه ممتاز. شوفها جت ما شاء الله. شوف وين الشعر. شوف اول واحدة والثانية شوف تضرب الثانية تضرب الثانية فيها واحدة هذه فيها واحدة ان شاء الله فيها واحدة. يا الله يا رب لا ما فيها شيء لكن هذه الأولى. هذه أول واحدة الحمد لله والشكر رجعها زي ما هي. إن شاء الله تيجي الرمي مضبوطة. هي مضبوطة نطلع هذه بس رجع الشغل الحين بدأ الشغل. ايوه شوف سحبت تفكتها. طب الحق عليها قبل تخش بين الاغصان خلاص ما عاد بتسخر. لو خشت بين الاغصان خلاص تسخر. فكتها ما هي مشكلة بطلعها وبرميها مرة ثانية. شعافن هنا مليانة نجرب حبار كبر الطعم لها ما مشكلة. نفس الموقع. ايوه ممتاز حلو ممتاز. بابا قرب زيادة عشان مخوفه. رجع ورا شوية. هذه الثانية ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. هذه الثانية بلحق عليها لو راحت كذا ولا كذا بين الأغصان. مو بقدم عشان مخوفها حد شاف ان هنا فرصة ان هي صيدة. الحمد لله ميتين حد الآن الحمد لله والشكر اللهم لك الحمد. نزيد نحاول ان شاء الله الوقت هذا وقتها حد الشغل ماشي لا يوقف. وهنا
نفس المحل ان شاء الله تضبط. اقول لك احيانا اخبط ما تجي مضبوطه، يبغى رميه تركز فيها. ايوه مضبوطه، بنتظر هذه لحد الان ثنتين طيبه الحمد لله والشكر. الله يجيبها، الله يجيب الخير. ويني هذه نفكها. ايوه كويس على الحبار، ضربت الحبار. ايوه شوف الحبار. نرجع مرة ثانية، رجع هنا هي هناك ان شاء الله تجي واحدة مشيئة الله. يا الله يا كريم. هي تضرب هي تضرب كلها ثنتين، احترت فيها. ما مسكت. الله يجيب الخير. صغار هذه. يا الله يا رب. ايوه ايوه هذه طيبة دي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الثالثة اللهم لك الحمد، الحمد لله والشكر. حد هنا بطعم لها هي ذي وارميها هنا. ارجع محلي عشان ما اخوفها. ابو مقص عندي رجول هنا الله يستر منه. الله يستر منك ابو مقص، ابي ريحني. الموقع ذا كويس، كل شيء وحده. الموقع ذاك ممتاز والله يعين، والله يحوسه. يلا يا رب. ايوه 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 يوه فكتها. يلا 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 هي حولها، هي حولها. يلا هيا مسكتها، سحبتها مرتين كذا. هذه برضه شكلها صغيرة، هذه صغيرة هذه سحبت والله سحبة حلوة ولكن فكت. هاي صغيرة، هذه سحبت والله سحبة حلوة، سحبتها كذا مشيت معايا شوية وفكت. رجعها زي ما هي باقي كويس ان شاء الله. اوه يعين يحطها كذا يجي نصيبها. الله يعين والله خبطه. اي والله خبطه. يلا يا رب. الله يعيني عليك ابو مقص وسعناك. ايوه في واحده صغيره، في واحده صغيره، هذه صغيره. اوه امور امور صغير، امور صغير. تكفى الاخبار، امر صغير. يلا وسعناك عشان لا تحنا. يلا يا كريم. ايوه والله ما مجاوز. ايوه 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 ما شاء الله. هذه هامور، هذه هامور، هذه هامور ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه هامورة طيبة، اللهم لك الحمد، الحمد لله والشكر، الحمد لله. عرفت أمس سحبتها على طول، ما أخذت العياشة معي حق السمك. وسبحان الله كل الضرب من هنا بين هذه شعاف كلها. هنا ضربة ضربات لكنها فكت، لكن هنا بين ال شوف الهوامير إن شاء الله أنها موجودة. لا 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 لا, لا تعالي شوف مناطق ما توقع الصيد فيها، ما تتوقع الصيد فيها أبد. أيوه الله يجيبها. هذه على طول هامور،
أول مرة ما ضربت، لكني حست أنا حوسة هنا بالخيوط حولها شيء، حولها شيء. يا الله يا رب. أيوه 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 هي حولها، هي في واحدة صغيرة. لا وقتها استعجلت عليها، والله استعجلت عليها، والله فيها واحدة حولها حلوة. نحطها مع العين عشان تمسكها مضبوط. هي خش الهوك فيها وما ضرب، ما مسكتها، لكن خليها مع العين كذا. يا الله يا كريم، الله يجيبها. يلا الموقع ما شاء الله. ايوه ممتاز. يلا بامور، يلا بامور. حاسس انها بتضرب على طول. شوف في ضرب قوي بس انا ما مسكت. هيا لا ما يهمر، هذه هذه شعاف صار. الله اكبر الله اكبر. اذن خلها شويه، هي صخرت بس ارمي هذه. خلاص اخر رميها بس ارمي هذه، نشوف هنا ايش يصير وبنزل لها هذه. مشيت لنا خلاص، اللي رجع ان شاء الله المحل هذا في الليل توقع صيد احسن. ايوه هذه واحده سنه صغيره. ها وفكت، والله فكت 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 على طول سحبتها. والله هذه على طول بس فكت. يلا ان شاء الله هناك مشيئة الله تجي. يلا يا رب. ما شاء الله ما شاء الله الحجم، ما شاء الله تبارك الله حجم ما شاء الله. هذه المغربية دائما المغرب تجي عليها ضربات حلوة. اللهم لك الحمد، الحمد لله والشكر ما شاء الله. هاي الحين تورط الحين، الله يعيني والي. خلها هنا تحت هذه، هذه بدخل لها فيها واحدة، لكن بزيد ارمي رمية، بزيد ارمي رمية. هنا جت الكبار الحين، كل هذه ان شاء الله فيها واحدة بس انها ما هي مصخرة، هذه مشجرة يعني بين الاشجار بين الاغصان. الراس هذا الحمد لله والشكر. اللهم لك الحمد، الحمد لله والشكر. خلي يرمي هنا برضه، جت الكبار هنا. هي. يلا يا رب الله يجيبها. بعد عنا شوية حمسني الصيد بس ما جبت لك الشاة ولا جبت شيء، ولا تحمست يعني في الليل اتوقع يكون الصيد برضو احسن هنا. اللهم لك الحمد، بكتفي بهذا، لكن بنزل هذه اتوقع فيها واحدة مشيت الله فيها واحدة، وبرجع للموقع هذا مرة ثانية مشيت الله. يعني فين راحت ما ادري. لا ما ادري فين هي، والله ما ادري فين هي، بدور لها الحين. ادري هي مسكت والله فكت ما ادري. لا والله فكت. يلا الحمد لله تكفي هذه، اللهم لك الحمد. اربع حبات شعافن، اربع حبات شعافن وش اسمه وحبة تمر، الحمد لله خير. والموقع فيه فيه خير، اجيله في الليل هذا اتوقع يطلع معي خير، لكن نكتفي بهذه، هذه كفاية نكتفي بها عشان نلحق الصلاة ونرجع لها مرة ثانية مشيئة الله تعالى. الحمد لله والشكر، اللهم لك الحمد، الحمد لله، اللهم لك الحمد. هذه هي هذه الأمورة، هذه الشافن
واحدة سنتين باقي اللي فيها الذيل حق لها. ما شاء الله ثلاث، وهذه أكبر واحدة ما شاء الله، هذه أكبر واحدة. اللهم لك الحمد، هذه الحمد لله والشكر. الحمد لله خير خير من رب العالمين الحمد لله.